في معسكر الاعتقال السابق بيرغن بيلسن، ما فائدة تقنية الواقع الافتراضي؟ اليوم هذا الموقع التذكاري هو مساحة فارغة، لا توجد ثكنات أو أي بقايا أخرى للمعسكر، لكن مشاهدة إعادة الإعمار على الشاشة خلال التجوال تعد مساعدة قيمة لتكوين فكرة عن هذا المكان. في ألمانيا هذا الموقع يبدو كغابة عادية، 70,000 شخص تقريبا من أسرى الحرب واليهود قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية. من أجل فهم الأفضل لما حدث هنا، هؤلاء الطلاب يقومون بزيارة لهذا المكان. هناك تطبيق لمشاهدة المعسكر كما كان في العام 1943 والهيكل المدمر تماماً بعد الحرب. لقد تعلمت الكثير اليوم، كل ما حدث هنا هذا مروع. بفضل التطبيق نستطيع مشاهدة كل شيء. هناك مقابر جماعية في كل مكان، كما نشاهد مقبرة للأطفال ومحرقة حيث أحرق الناس. يا له من أمر مروع ومخيف. اليوم تعلمت الكثير حقا. من الواضح أن التطبيق على اللوحة يحفز التلاميذ أكثر بكثير من محاضرة تقليدية. من الصعب جدا فهم تاريخ هذا المكان، إنه يتجاوز فهمنا. أداة كهذه تساعدنا على الحصول على نهج عاطفي. تم تطوير هذا التطبيق من قبل علماء في إطار مشروع بحث أوروبي يهدف إلى الجمع بين الواقع الافتراضي وزيادته من خلال بيانات لوضع زوار المعسكر في السياق التاريخي الصحيح لمعرفة ما حدث بطريقة تفاعلية. ما هذا النموذج من حولنا؟ بنينا نموذجاً تعليمياً لتعلم التاريخ. هذا النموذج يرتكز على ممارسة النشاط. المساحة ليست مجرد مرسة للتاريخ، إنها أيضاً وسيلة تساعدنا على تعزيز الذاكرة والخبرة، وهذا ما نحتاج إلى تحقيقه، لأننا يجب أن نكون قادرين على التحدث عن التاريخ للأجيال المقبلة وبناء خبرتهم من خلال المعلومات التاريخية. المنصة تحتوي على الخرائط والنماذج ثلاثية الأبعاد لتحديد الموقع الجغرافي للمعسكر والوثائق التاريخية. خلال فترات تاريخية مختلفة تم تجميعها بمساعدة علماء الحاسوب والفنانين أيضاً. الخطوة التالية هي إدخال هذا المنبر في البرنامج التعليمي ليكون أداة من أدوات تدريس التاريخ، ليس ليحل محل أي شيء، بل لاستخدامه كأداة تظهر ماضي النصب التذكاري. الآن العلماء يبحثون عن سبل لجمع وتحليل أنواع متعددة من المعلومات ضمن بيئة نظام فردي ومستقل. يمكنكم تحديد اختياراتكم وفقاً لرغباتكم واهتماماتكم. وفقاً للباحثين، الخطوة المقبلة هي توفير دقة أكبر لهذا الموقع التاريخي. Yeah, da hinten kannst du.